الرجل هذا يوم ما في برنامج الحكومة في 2008 بعد من اللي سمعني شحال مرة السيغنايزية رحمه الله، الله أكبر، عيط لي بيني وبينه قال لي بالشوية نتاع سوق هراس، قال لي تستاهل يا أبو رب تبرد القلب سألقى بها ربي. القنيزية كان الله يرحمه كان في منصب عالي في الجيش، هو نائب وزير الدفاع، مقارنة به ومقارنة به بغى شي واحد آخر اللي كان يشوف فيها نظرة أن هذا واش تراه يدير، إلى درجة أنه مصلوا باش يحلوا عليا جو ترافاي بور لو كونت دو كي، في حين أن راك عارف بمداخلاتي أنا ما نسب ما والو، نحترم روحي أنا ما نبليسيش الناس، ولكن نقول الحوايج هو كان يقدر فيا الحوايج اللي تقبلها العقل. انت حاب تقول انه اول مدر. من امن بك هو سي عبد الملك الله اكبر.